رجال معدل وعسلامته وبتفهم على اللي بيحكي معك. انت رجال كبير ومن اكابر الشام وعيلتكم انعم واكره، كل الحارات بتشهد له بالطيب والنخوه والكرم. اما جابي فما له من مقامكم. لك هذا واحد ازعر. عمي خطاب، جابر ما هو ازعر، جابر ادمي. الادمي ما بيظلم الناس يا ابو ناجي، وما بيتهم بفكري بسرقه الغله، ومن شان شو؟ مشان يخدم مصالح ابو حمدي بالفاينل اللي عم يعملها مع حريم بفكري. اسمع خطاب شو بدي اقول لك. شري خليك واعي وهدي على بيت البكواتي، عم تفهم؟ عم تهددني وانا بنص بيتها؟ انا ما عم بهددك، بس لا تعيدها. والله اذا عادها بدي عيدها، وانا اكبر من شيت اليوم. هيك لكان؟ ايه ايه. بعدين ابو عطا ليش بدك تطلعه من الحاره؟ لانه انا رجعت لها. اسمع عمي ابو ناجي، هن كلمتين بدي اقول لك اياهم، ويا ريت تاخذهم على محمل الجد. ابو عطا اصحك تقرب عليه، لاني انا معه، واللي برشه بالورد برشه بالنار. يلا الله معك. منين وصلك الخبر ابو ناجي؟ منين؟ الخبر مطروش بكل الحاره ابو حمدي. لا ما الله لا يوفقهم، انا قتل لك، انا ما بصدق اني يدوس على دملي لاني خاف الله. لا اله الا الله، انا مشان هيك اجيت لعندك لنعرف مين نشر الخبر بالحاره. ما في غيره، الدبور. دبور؟ ايه، ما بيخلي حدا من لسانه، حتى عليك انت حكى. علي؟ شو ايه؟ حكى؟ ايه ايه حكى، قال بزمانك انت ساري الحكم دارية. هلا انا سارات الحكم دارية؟ مو بس هيك، قال كمان ساري مخصصات العسكر، قاعد بالقهوة بيمسك واحد بترك واحد بيحكي عليك، بس انا ما عم بسكت له، وانا ما قتلك لحتى ما ينهز بدنك. حسابك كبير معي يا دبور. وينو هالدبور؟ وينو؟ شو بدك منه عمي ابو ناجي؟ بدي قيم الراس تبعه. جلس لسانك احسن لك عمي ابو ناجي. انا لساني جالس، اللي بيغلط بالناس بده يسمع هيك حكي. والله واللي بيدق الباب بده يسمع الجواب. الله معك، فرجينا عرض كتافك. حلو، عم بتقلعني، انا بعرف كيف ربي. المعلم خطاب مربى يا ابو ناجي. حلو، كمان انت صوتك عم يعلى علي؟ اي انا. ماشي نتحاسب، بسيطة. دربي سد ما يرد يا سيدي، من أول ما أجي على الحارة مالي طايق ولا هو ولا ابني. شبو ليش طالع خلقه علينا؟ وليش ما أجيتوا دغري لعندي على الحارة خبرتوني؟ لقينا شغلته ناكتة يا أخي، بعدين إحنا ما قصرنا فيه. لك شلون شغلته ناكتة لك أخي؟ هذا أبو ناجي ما بتطلع كلمة من تمه إلا حاسب ألف حساب. ليش عم بيقولها؟ طيب معلم هلا شو بدنا نسوي؟ ما كان لازم تردوا عليه، كان لازم تتركوا لي اياه، لاني انا بس الوحيد اللي بعرف دباره. مرحبا سيد ناجي. اهلين دبور، خير؟ اول باشتان، انا اسمي خطاب. ثاني باشتان. تاني باشتان قلو لأبوك هاي الفوتة اللي فاتها على القهوة، لا بقى يعيد ابنه، أحسن ما نقرأ منه الدبور، قصدي خطار. وليش هيك عم تحكي؟ انت وصل له هذا الشيء وهو بيفهمه لحاله. شو يا خطار؟ عم تهدي؟ أنا ما عم هدي، بس مثل ما بدك تعربها عم نعربها معه. خاطرة شو بدك يعني اعمل لك فيه لهذا الواطي؟ يا بي انت بعد عنه وانا بعرف شغلي معه. لازم نكسر راسه. خلص قلنا لك انت بعد عنه، شو ما بتسمع؟ امرك. مشان الله ابو ناجي، والله انا خايفه عليك وعلى ناجي من اهل الحاره، دير بالك. لك لا تخافي، هذا الدبور ببعبع بعبع. بس انا خايفه منه. خلصنا بقى، روحي لعند ضيوفك. هذا بده يضل عم يبيع القطن بالكسر.
هي مقصودة أخي مقصودة. عم يبيع بخسارة. ليه أنا سكر الدكانة؟ لك أبوك رح يخسر كل مصرياته ورح يسكر الدكانة من أفاه. والله ما رح خليه يخسر أكثر من هيك. مين؟ بارك له. يلا همي يا شباب، في عنا طلبية تانية بدنا نلحقها. أبو عزاف حل. ليش عم تتزور ولا؟ عم اقول لك ليش عم تتزور؟ نزل ايديك روح لعاد بعيد. روح ياك روح يا ابني. انت ما بدك تطلعك ما بدك تعطيك على الكلب ولا عم تتطاول على زياده لك خصوص ولا ولا لك بدي علمك اشتغل فيها بدنا نلاقي حل لهالقصة. خلصت خلصت القصة خلصت. لا ما خلصت. هاتي روح جيبي وحدة تانية. شو علي يا بيت البكواتي؟ تكاثروا علينا لكان؟ بس طربشنا لناجي طربشة. والله واللي اسمه الله لسه له واحدة تانية أكبر منه. يبعت لي قتلي أنا، يبعت لي همة أنا فريزة. خلصنا يا أمو بقى، خلصنا. ليش البكي؟ شغلة ناكتة وصارت، خلص انسيها. شو البكي يا أمو؟ ليكني أنا وأخي بخير. شوي شوي اختي،
روحي سخني مي. قوام تيتي. حاضر تيتي حاضر. وشو كمان شو؟ ما لقيته إلا هجم علي، مدفشته، قام فز وهجم علي مرة تانية، ضربته. جيت حمدي ولاد عمه وعليت بيناتهم خناقة كبيرة. قام بيجي الدبور بصير يحاميله لعطا وعليت علقة كبيرة كتير. الدبور ضربك شي؟ الدبور ضربك شي؟ لا يا بي لا، بالعكس، هذا الشي رح يجنني. كل ما اهجم عليه يبعدني عنه وما يضربني. هلا ضربك؟ قلي لا تخاف. يا بي ما ضربني، وهو اللي بعد عطى كذا مرة عني. يعني ما ضربك؟ لا ما ضربني ما ضربني. انتهت على خير صار؟ انتهت على خير؟ لكانوا خير هاد؟ هلا بلشت وبلشت الكبيره كمان. لا دخيلك، ما بدنا نكبر المشاكل. الله يخليك صهي، ما تضيح على خير. لك انو خير عم نقول لك هاد ينضرب ابلي بالحاره وانا ضل ساكت يا ابو نادر؟ هدي حالك صهي، ما بدنا نكبرها. لا بدي كبرها. دخيلك ما بدنا نخسر حدا ابو ناجي. مين بدنا نخسر يعني؟ انت بتعرف مين؟ بتعرف. الله يوفقك يا صهي، لا تكبرها. لك اولاد الصواف اللي ضربوا ابلي شو عمل معهم؟ وهن كمان أكلوا قتلي يا صهري. قتلت بيت الصواف بكوم وقتلت ابني بكوم. أبو جابر، أخوك أبو حمدي عم يخبص كتير بالحارة. إيه والله يا أختي خبص كتير، ولك ما خلى إلهم حبي هالحارة لصارت الخناقة اليوم. عن شو عم تحكي؟ عن الطوشة اللي صارت اليوم بالحارة. مالنا فيها. لكن عن شو عم تحكي أختي؟ عن شو؟ عن موتة كريمة. يعني لا خلنا نشوفها ولا نودعها وطالعها من دون تغسيل. اي والله يا اختي معك حق، وانا كمان سألت حالي 100 سؤال عن اللي سواه. لك على القليلة كان يخلي امها تشوفها وتودعها. هلا اختي انت شو ذكرك فيها؟ المخلوقة راحت لرحمة ربها، الله يرضى لي عليكي.